وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية السعودية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ فروع الوزارة بمناطق المملكة بقصر إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري في الجوامع والمساجد الإضافية المهيئة فقط، ذلك في ضوء الظروف الاستثنائية تفاديا للازدحام وتحقيقا للتباعد، هذا مع الأخذ بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة. للإشارة هنا فإن وزارة الشؤون الإسلامية كثفت جهودها عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية بإطلاق البرامج التوعوية والإرشادية للأخذ بالبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا.